المعتبر الأكيد للتحاليل الطبية. يمتلك مجموعة من الأساتذة والأخصائيين لتخطيط جميع تخصصات التحاليل المعملية، استخدام أحدث أجهزة التحليل التلقائي والمحاليل المعتمدة من أكبر الدول في هذا المجال. يتميز المختبر بدقة متناهية، سرعة في أداء النتائج، مواكبة التطور العلمي، اتباع نظام الجودة العالمي. مختبر أكيد بالعوض مقابل جامعة العرب الطبية، أرض زواوة شارع 50 مقابل جامع طلحة، الحدائق بجانب مدرسة الألوية الخضراء. مختبر أكيد، الجودة والضمان رسالتهم بالتأكيد. للمشاركة في فوزير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم، للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي، مش أي حكاوي. بسم الله أول مبدأنا، صلى الله علينا بينا. نحن كل نهار معانا مغزى في سر حكاوينا، لكن بيش يتم هنانا نبوها فرحتكم بينا، وكل واحد فيكم بامانة يسمعنا ويرد علينا، وإن شاء الله يبقى ملقانا يذكر بالخير اللي فينا. نبو لمتكم يا لانا في حكايتنا كان بدينا. حكاوي جدي. جدي شديني يا جدي، قاعد عندي في تمارين رياضية يا باتي، ما شاء الله علي جدد في نشاطي لأن الكسر مش كويس، الحمد لله رب العالمين. تنقلني قاعد كسر يسرق مني ضحكتي، ما شاء الله. شنو الرياضة يا جدي؟ والله يا جدي أنا ما نحبش التعب كل، حتى في المدرسة لما يسأل فيه المدرس ويسألوا فيه في المدرسة شنو هوايتك، تنقول لهم أنا هوايتي بلاي ستيشن، نلعب في ألعاب ألعاب تاعت الفيسبوك. والله نتفرج على التلفزيون، نقعد منتك هيك نتفرج على الأفلام وعلى سبيستو ونقعد ناكل ونتفرج بس. شنو وعليش يا جدي الرياضة هذه كلها؟ عشان نتعب ونعرق وندير حمام؟ هذه قصة حزينة حتى انت تدير فيها يا جدي. هاي 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 هاي. يا ولدي هذا ما اسمه تعب، اسمه مش عارف شنو، هذا اسمه كسل وخمول، يعني بالليبي هيك اسمها تمبلة يا تمبال. تمبلة مش كويسة ترى تعود عليها، وبعدين جسمك يخمل ومعاش تقدر تدير حاجة بكل. لازم تاخذ على الحركة وتتحرك وتحرك دورتك الدموية، لأن زمان شن قالوا لنا؟ العقل السليم في الجسم السليم. ما شاء الله كيف فينا ريتني نشاط وحيوية. تبه يا جدي ما تقول لي هل اللي بقى عمزين على الكراسي 24 ساعة هذوما، على الكروسة وعلى الكرسي، كيف يدور في الرياضة هذوما؟ حول ولا قوة إلا بالله. أول شيء ربي يشفيهم ولا بأس عليهم إن شاء الله، بس انت كي منجوم ريتني. قصدي يا وليدي اسمع، ناخذ نفسي من هالرياضة اللي انتهشني معك ريت. أنا اللي نحكي فيه نبي تعرف حاجة واحدة، أن التمارين تناسب كل واحد وحاجته. يعني في المقعد عنده تمارين معينة خاصة بيه، فيه اللي ما يقدرش يتحرك بكل عنده تمارين، في اللي شاب صغير، في الكبير، كل واحد عنده تمارين معينة خاصة بيه. الفكرة ان نحن لازم نتمرنه ونتعلمه ونمشوا حتى الناس المختصة هم اللي علمونا. يعني في تمارين مثلا يناسب سننا يناسب امرنا، ما ينفعش انا شاب كبير ونشبون نشيل اثقال، ما ينفعش. ومش بشرط انك انت تمارين مثلا التحرك ولا تمشي وتجي، في تمارين ثانية ممكن واحد يديرها. انت مثلا شندير تقدر تضم دارك وتلم دوشك وتنظم كتاب بيتك وتلم اكتمك الله شندرتك وتنظف قدام حوشك من كبار تبخ وتكنس وتبخ مية، وتقدر لما تلعب كرة في المدرسة واللي لما تكمل حصتك تلم مكانك
وتقدر حتى تساعد امك في الحوش، هيك انت شن بتكون؟ انسان نشيط ما شاء الله عليك ومش كسول. والله عليك قصه يا جدي، اوعك محاضره درتها. تعرف يا جدي صاحبي سعيد شن قال لي؟ هذا سعيد يقرا معايا في الفصل راهو. قال لي انا منوط الصبح وطبق في بطنيتي بروحي. بعد ما ينوط الصبح يطبق في بطين يا جدي. ما شاء الله عليك، انت عايش تضحك تقفك انت ما طبقش بطنيتك؟ توبي امي شن دير امي قاعده انا في الحوش. هاي هاي عافية عليك امك. يا وليدي لما انت تقعد نشيط وتضم بطنيتك وفراشك تقعد كويس، بنا سعيد خير منك نشيط، بس انت كسول وك مدرهب رايح تقول كوره. باتي جدي وعلى باتي زي ما يجيب الشوكولاتات وناكل. والله غطلت علي قصة ذاك الارنب صاحبنا، كان الارنب حتى هو يطبقش بطاطينا. وليدي اسمع تنقول لك حكايه بلكي شنو تاخذ منها عبره ومعرفه. تمام ركز معي، مش سعيد هذه انا، هذا الارنب. الارنب الارنب الكسول اللي ما يحبش الحركة ولا يحب يدير حاجة. نحن عارفين إن الأرانب يجرن ويتنطرن. أيوة. جاء يوم من الأيام نزل مع بعض هنوين في الليلة، تمن يلعب ويتنطرن ويمشي نكي يكي هو شن داير قاعد راقد ومتكي ما يدير في شيء. كيفك أنت؟ جاء اللي كان مزرعة وفيها شنو شبردك وفيه جو هذه المزرعة رشب واجد. شن دار جاء نفتحها نكي فتحة شوية في الشبردك هذا وخش منه. تمام وسعناها شويهك، تم شنديلا يخش الفتحه هذه طبعا صغيره يا دوب تخش ارنب واحد. تم هذيك الارانب يخش ياكل شويه من العشب ويجن وين عند الفتحه يطلع يخش من اخرى يرد ياكله. قولي ليش؟ ليش تو نقول لك ليش. الارنب اللي هذا الكسول خاش قام عز ياكل لا يمشي يرد على الشبردك لا شيء. قولي ليش؟ ليش يا انا كسول هنا شندار انت ريت هن ياكل وجاني كيسة فرواحة هل يخشها من الفاتحة ولا لا؟ هو ما عدل اشتم ياكل يطب عليهم من صاحب المزرعة. تم هذيك الأرانب يجرن وين هربان كلهن من ايش؟ من الفاتحة. جاء الأرنب الدب هذا تم دم 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 معاش عرف شنو؟ ما تقولش ايش تحصل؟ احصل وين؟ في المزرعة. ما اللي مسكها؟ صاحب المزرعة وشلطة طريحة كويس كيف ما يطول بشلطة. بيه ناخذوا كره نلعبوا وياك الحوش توا. باه هي هي لا مش الحوش في جنينه الحوش ما تهزبنا. هيا بطي هي هكي تمينا حكايتنا. شكرا للي تابع فينا. غير العنوان الحلقتنا عنكم بالعاني خضينا. تتصلوا هذه فكرتنا تقولوا عنوان حكاوينا. في كل حكاية غايتنا نحكو عن صفة تعنينا. بكرة تجدد لمتنا يا ريت الكل يراجينا وتبقى هالدنيا رضتنا كان انتو رضينا علينا. حكاوي جدي. للمشاركة في فوزير حكاوي جدي وتقولوا لنا شن عنوان حكاية اليوم. للإجابة والدخول للسحب في جائزة البرنامج تواصلوا معنا على صفحتنا. حكاوي جدي مش أي حكاوي. مختبر الأكيد للتحاليل الطبية يمتلك مجموعة من الأساتذة والأخصائيين لتخطيط جميع تخصصات التحاليل المعملية، استخدام أحدث أجهزة التحليل التلقائي والمحاليل المعتمدة من أكبر الدول في هذا المجال. يتميز المختبر بدقة متناهية، سرعة في أداء النتائج، مواكبة التطور العلمي، اتباع نظام الجودة العالمي. مختبر أكيد بالعون مقابل جامعة العرب الطبية، أرض زواوة شارع 50 مقابل جامع طلحة، الحدائق بجانب مدرسة الألوية الخضراء. مختبر أكيد الجودة والضمان رسالتهم بالتأكيد.